السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي موظفين مقاولين الحضور الكرام، شرفتونا اليوم. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن معالي وزير النفط ورئيس مجلس إدارة بابكو الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة التنفيذية، نتقدم إلى البحرين قيادة وحكومة وشعبا بأسم آيات التهاني والتبريكات بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك حفظه الله. إنه في الحقيقة يوم سعيد، وأنتم خليتوا أسعد بوجودكم ويانا. وبابكو منذ بداية إنشائها أنشئت على قيم الإخلاص والولاء والتفاني في سبيل رفعة مملكتنا الحبيبة من 85 عاما. Oh.
تكوين توظيف يا والله مني سبايس غير قولها بس قبلكم ما حد حياكم ما مو صب حق السوق طفشوا نقدر نراويكم هالشيء. ايه كفى